على مهلك عليه، وانتو خليكم برا. قلت لهم انك انقذت حياة حسن ولولاك كان مات. تفضل سطحوا هون. جبتهم كلهم. كتير منيح، يسلموا. استنى برا اذا بتريد. وضع الاولاد كتير سيء مو هيك؟ اكيد الباقي رح يجوا. بقى وين بدهم يسعوا؟ بهالحال البقايا يضلوا ببيوتهم وانا بمر لعندهم وبشوفهم، يعني ما في غير هالحل. دكتور جابوا ولدين كمان؟ ما عاد بقيان انتبيوتك هون، دوري بالمستودع. كيف ما عاد فيه؟ بالمستودع كمان مو بقيان؟ طيب كيف هيك؟ حسب القائمة المفروض يكون فيه. والله ما بعرف. ديالا مين اللي عم يجيب الأدوية؟ أنا اللي عم جيب الأدوية على الضيعة. حسب القائمة والأدوية اللي عم تجيبها في فرق كبير، معناتها الأدوية وين عم تروح يا مختار؟ عيني أنا ما دخلني بشي، عم سلمهم للدكتورة. شوف بركي في حدا عم يهف منهم. ومين اللي عم يهف منهم؟ بجوز شي خاين عم يسرعن ويبيعون. لمين ممكن يبيعون بالضيعة؟ دكتور ما بعرف شي. شو عامل لي محقق جاي تحاسبني على كل شغلة؟ طمنيني كيف الأولاد هلأ؟ خلصوا الأدوية. نحن ما رح نقدر ننقذ باقي الأولاد. ما في طريقة لنأمن دواء؟ والله ما بعرف، تربطوا إيدي، بس لازم نلاقي حل. كان فينا نوصل المختار بس لا يصلوا بيكونوا راحوا فيها الأولاد. في أدوية كتير بالمغارة اللي بالجبل. أي مغارة؟ مغارة شفتها لما هربت من جماعة بيشو. كان في صناديق مع باقي أدوية، وكان في جرحى، ورواد كان هنيك. بعدين أوغصوا وقتلوا، شفتهم بعيني. رواد انقتل؟ كيف بيصير هيك؟ شو عملت يا رواد؟ هدول الإرهابيين الله يجيرنا منهم، معناتها أكيد عم يبيعوهن الأدوية. ما في حل تاني غير إنه نجيب الأدوية من المغارة. لا حول الله. لك يا دكتور هديك المنطقة خطرة كتير، اللي بيروح لهنيك ما بيرجع. أنا غلطان شي؟ يا جماعة في مرض الضياع، كلكم معرضين تمرضوا، يعني هالأدوية ضرورية. ويا من روح منجيبهم من المغارة يا أما الأولاد رح يموتوا. مختار الدكتور معه حق، ما رح نضل قاعدين أولادنا عم يموتوا قدامنا. لقوعوا على حالكم، والله بيعوصون عقلنا. مختار إذا بتريد، أنا ابني مريض وما رح ضل قاعد هيك ومكتف. أنا كمان ما رح خلي ولاد أخي يموت. وأنا بنتي مريضة وبدي أروح على المغارة. لك شو صار لكم جنيتوا أنتوا؟ والله بيروحونا.